السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد أسكمان المكلف بفريق أرت لوفرس فور أنيميشن بمدينة فاس. احنا جد سعداء بالمشاركة ديالنا في المهرجان الوطني لفنون الشارع المنظم من طرف وزارة الثقافة والشباب. العرض ديالنا كان صراحة الحمد لله لأنه داز في أحسن حلة. هو تقريبا عرض مخصص للنهار اليوم
بجميع الايقاعات ديالو اللي دز فيه المختلفه. كنشكروا اداره المهرجان على هذا المهرجان الجميل اللي نقدروا نقولوا هو متنفس لجميع الشباب اللي كيمارسوا فنون الشارع. مدير مركز الترفيه والتنشيط الثقافي المسيره فاس، ممثل المديريه الجهويه للثقافه جهه فاس مكناس. اليوم تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، تنظم المديرية الجهوية للثقافة جهة فاس مكناس المهرجان الوطني لفنون الشارع في دورته السابعة بمشاركة مجموعة من الفرق الفنية والثقافية، كما تشاهدون اليوم فعلى خشبة مسرح مركز الترفيه والتنشيط الثقافي. كانت هذا النهار عروض فنية بمشاركة مجموعة من الفنانين، مجموعة من الأنشطة كالسيرك والرقصات فنية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.